الثاني تركي الخضير كبديلا في هذا اللقاء. هذا هو تركي الخضير الحاضر هنا على بركه الله، تقبل تحياتي عبد العمري مجددا في شوط ثاني بصفره الاستاذ سلطان الحربي الذي يقود هذا اللقاء. الخليج يسحب بازي الاخضر ومن هذا الملعب في استضافه هذا اللقاء يتقدمون في شوط اول على نادي جده اصحاب ازي الابيض الذين يتاخرون بهدفين الى حد هذه الدقيقه والى حد هذا الشوط. رميه جربيه بتلعب عاليه طويله من امام الجميع، بطاقه صفراء حضرت في اللقاء وفي الشوط الاول بالتحديد كانت بطاقه صفراء وحيده على لاعب نادي جده وهو اللاعب احمد علي السعيد اللاعب والقائد لفريق نادي جده. كره ثابته اللقطه الماضيه اعتراض من قبل لاعب نادي الخليج في اللقطه التي مرت وفي الكره التي عادت. هناك لوريتش بعد حوار مع حكم اللقاء الى كره ثابته لصالح نادي جده البديل ترك الخضير بديلا في الشوط الثاني، لاعب الذي مثل عده انديه ومن ضمنها نادي الاتحاد، حاضر مع نادي جده والذي يبحث مع نادي جده ايضا عن الوصول الى الادوار اول الجولات القادمه ومع هذا النادي الى انجاز حاضر من خلال مسابقة هذا الدوري. كرة ثابتة لصالح نادي جدة متابعة من أحمد علي وتسديدة خادعت حارس المرمى عبد العزيز تكروني في اللقطة الماضية. نعم من الكرات الصعبة من الكرات الخطيرة على حراس المرمى هي الكرة التي ترتطم بالأرض بعد ذلك تعود على حارس المرمى. هناك قد تختلف من خلال الزاوية من خلال القوة من خلال أيضا الوصول إلى المرمى. الكرة بتصل إلى الجهة اليسرى، هناك احصائيات عديده وكبيره جدا على مستوى الجولات وخصوصا هناك ولا سيما ايضا الجوله الماضيه. الكره الماضيه يكسب من خلالها نادي جده، كره ثابته لصالح نادي جده في هذه الدقائق. هذه الكره الماضيه هذه اللقطه الماضيه كانت ما بين محمد سفري عبد الله وهناك لدينا اللاعب وليد محمد وايضا اللاعب نادي الخليج الحامضي. كرة ثابتة وهنا عبد العزيز، كرة ثابتة في مكان خطير لصالح نادي جدة. الكل يتابع في هذا اللقاء وينتظر اللاعب أحمد علي أحمد سعيد على تنفيذ الكرة الثابتة. أحمد يتابع حد بشري مكون هناك من حسين النويكي وأيضا من زكريا حدوش. كرة ثابتة نعم هنا زكريا وحسين النويكي انتظار لهذه الفرصة. كرة من أحمد علي والكرة الماضية تحضر الى ركله ركنيه لصالح نادي جده. نعم استبعاد الكره الماضيه من قبل هذا اللاعب عبد اللطيف الى ركله ركنيه هناك عند علي وليد التركي اللاعب الخطير اللاعب الذي حضر في اكثر من فرصه وفي اكثر من كره على الجهه اليمنى. نعم قراءه لم تكن سليمه ما بين علي وليد وما بين احمد سعيد. هنا الكره عند السفري الواضح امام نفس الصوره والى الرميه الجانبيه لصالح نادي الخليج او الى كره ثابته لصالح نادي الخليج في اللقطه الماضيه. هناك احصائيات عديده نتحدث من خلال عن لقاءات وعن نظريه تحضر على مستوى الحلول الفنيه من خلال هذه المسابقه. كره ثابته من عبد العزيز التكروني بتلعب عاليه طويله من امام الجميع بتعود من تركي اخضر فيها صافرة اللقطه الماضيه فيها صافرة الكرة الماضية عندما تحدث عن البطاقات وعن الأرقام الكبيرة التي تحضر من خلال البطاقات. ظهرت البطاقة الحمراء في الجولة الماضية ثلاث مرات، الأولى كانت من نصيب لاعب فريق نجوم البرازيلي ويسلي سانتوس وأيضا هناك الثانية كانت من نصيب لاعب فريق التقدم الفواري أليان زوي والثالثة من نصيب لاعب فريق النافا تركي الجلفان. ليرتفع عدد البطاقات الحمراء مع نهاية الجولة إلى 52 بطاقة تتحدث من خلال بداية مسابقة هذا الدوري إلى هذه الجولة. نعم لا نتمنى أن نشاهد بطاقات حمراء عديدة، لا نتمنى أن نشاهد من خلال هذه الإحصائية شيئا كبيرا من خلال هذا الرقم. نعم هنا جمهور نادي الخليج الغير مستغرب بحضوره دائما و الجمهور صاحب الرقم واحد في كرة القدم وفي الرياضات المختلفة، دائما ما نشاهد مؤازرة ومتابعة واستمتاع في كرة القدم. بالسلامة والعودة لكرة ثابتة لصالح نادي الخليج.
نعم هنا كرة ثابتة لنادي الخليج. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه العائلة الجميلة وعلى الأب وأبناه بحضور لهذا اللقاء وعلى المؤازرة في هذه المواجهة، هذه الابتسامة الحقيقية التي ترسم على كل من يشاهد هذا المنظر وكل من يتابع هذه اللقطة وكل من أيضا يلفت نظرة من خلال هذا اللقاء. الكرة بتصل إلى خط الدفاع هنا في الجهة الأخرى. برافو، شكرا لمخرجنا الأستاذ مراد المريط الذي يقود هذا اللقاء وأيضا الأساتذة الحاضرين على مستوى هذه الجولة على مستوى هذه المواجهة بالتحديد. كرة ثابتة لصالح نادي جدة تركي خضير، تمرير هذه اللقطة الماضية التي كانت ما بين اللاعب جوهان وما بين عبد الإله بخاري، تصدي من عبد العزيز تكروني. تتحدث عن الأهداف وتذكر كم أقوى الفرق هجوميا هو فريق البكرية الذي سجل 45 هدف، يليه القادسية ب 42 هدف، يليه أحد والثقبة هناك ب 41 هدف، يليه النهضة ب 38 هدف، العين المتصدر ب 36 هدف، تتحدث عن الجبلين ب 35 هدف، أيضا هناك الباطن ب 34، بينما الأضعف هجوما هو فريق الأنصار والذي سجل من خلال مسابقة هذا الدوري إلى حد هذا اليوم هو بهذه الأرقام، تتحدث عن 16 هدف سجل من خلال فريق الأنصار منذ بداية هذه المسابقة إلى حد هذه الجولة. الكرة بتعود إلى خط الدفاع، في خط الدفاع هناك فرق على المستوى الدفاعي شيئا كبيرا، هناك أقوى الفرق دفاعا، هناك فريق العين الذي لم يتلقى إلا سوى 16 هدف، الباطن تلقى 19 هدف، فرصة لنادي جدة في الجهة اليمنى العرضية. الكرة الماضية يكسى من خلالها إلى ركلة ركنية. نعم نضعف دفاعا هو فريق النجوم الذي تلقى 48 هدفا، رقم كبير جدا، ولكن قد نشاهد الأمور قد تتغير من خلال الجولات القادمة. الكرة إلى ركلة ركنية لصالح نادي جدة في الجهة اليمنى. وليد محمد، وليد من ركلة ركنية بتلعب عرضية عالية راسية بتصل إلى وسط الميدان، عادت لي صالح نادي جدة هناك من علي وليد والعرضية في الكرة الماضية بعد ذلك مرت من وليد محمد إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى في اللقطة الماضية أكثر الفرق فوزا وأكثر الأندية فوزا هي العين وأحد والقادسية والباطن ب 13 انتصارا، تتحدث عن النهضة ب 12 انتصار، البكرية ب 11، يليه الجبلين والثقبة وجدة أمامنا ب 10 انتصارات، يليه نجران والطائي ب 9 انتصارات، الجيل ب 8 انتصارات، الشعلة والكوكب ب 7 انتصارات، فيما الأقل فوزا هو فريق النجوم ب 4 انتصارات. الكرة إلى الرمية الجانبية لصالح نادي جدة في الجهة اليمنى. هنا وليد محمد سبق ويمثل نادي الاتفاق. كرة عادت إلى الجهة اليمنى، تستمع إلى طرب، إلى أهازيج، إلى مؤازرة، إلى حضور من جمهور نادي الخليج هنا في هذا اللقاء كما هو الحال كان في جدة في الدور الأول والتي جمعت الفريقين ما بين جدة والخليج. الكرة بتصل إلى الجهة اليمنى، اللقطة الماضية فيها راية، فيها راية لصالح نادي جدة في الكرة التي مرت، راية من المساعد الأول عادل شرحيلي وإلى رمية جانبية. هذه اللقطة الماضية، هذه الكرة الماضية بننا الراية كانت حاضرة لخروج الكرة من لاعب نادي الخليج قبل أن تصدم بلاعب نادي جدة، وبعد ذلك الراية تحضر لصالح نادي جدة إلى رمية جانبية بتلعب سريعة إلى الجهة اليمنى، ولكن عبد الله بخاري من أمام اللاعب جوهان في اللقطة الماضية. رمية جانبية سريعة من أمام الجميع. نعم النتيجة هدفين للخليج مقابل شيء لجدة، تقليص الفارق قد يحضر والتعادل قد يحضر وقد نشاهد الأمور تختلف، ولكن الخليج يقدم نفسه بشكل رائع أيضا في بداية الشوط الثاني. أنا استمر على نفس نهج الشوط الأول، مرور رائع في الكرة الماضية وصافرة هنا للسلامة ليونوريتش حذاري
بالسلامة ليوريتش. اللقطة الماضية نشاهد سرعة لوريتش والاشتراك الذي حاضر في وسط الميدان. تمريرة سريعة لزكريا، زكريا حدوش، زكريا خطير، زكريا بمهارة هنا من أمام سلمي زكريا مار، والعرضية والتصدي الرائع هناك من مودو جوبي في اللقطة الماضية إلى ركلة ركنية لصالح نادي الخليج. مرور رائع من لوريتش، بعد ذلك تمريرة إلى زكريا، هذا زكريا، زكريا مرور جميل هناك، وهذه الفرصة التي كانت من أمام لوريتش وأيضا من أمام التدخل للاعب أحمد سعيد. حذاري الكرة إلى ركلة ركنية، نعم ركلة ركنية عند زكريا حدوش، انتظار في هذه الفرصة، زكريا يلعب لكرة عالية راسية تعود إلى وسط الميدان. السفري يتابع، السفري بسرعة كبيرة اللقطة الماضية وصافرة لصالح نادي جدة في الكرة الماضية، صافرة لصالح جوهان في اللقطة التي مرت هناك بعد متابعة من إحسان نويقي، كرة ثابتة في اللقطة الماضية لصالح نادي جدة والبطاقة الصفراء الأولى على الخليج في هذه الدقائق، البطاقة الصفراء في هذه اللحظات يبدو لنا على النويقي، نعم النويقي يتلقى البطاقة الصفراء، إحسان النويقي صاحب الهدف الأول في هذا اللقاء يتلقى البطاقة الصفراء في هذه الدقيقة بعد اشتراكه مع جوهان. النويقي كرة سريعة وصلت إلى الركلة مرمى لنادي الخليج صاحب الرقم 27 إحسان النويقي، إذن بطاقة صفراء كانت على لاعب نادي جدة في الشوط الأول صاحب الرقم 88 هناك أحمد سعيد، وهنا في الشوط الثاني يتلقى البطاقة الصفراء اللاعب إحسان النويقي صاحب الرقم 27 ركلة مرمى للخليج في هذه الدقائق عند عبد العزيز تكروني، يرسل الكرة عالية طويلة من أمام الجميع، وصلت الكرة الماضية إلى وسط الميدان، تتحدث عن الأخطاء وتذكر هناك ركلات الجزاء على مستوى احتسابه في الجولات الماضية، فرصة لزكريا حدوش، بعد ذلك استمرارية للإحصائية لمسابقة هذا الدوري، وصلت إلى زكريا مرة أخرى، حدوش استعجل فيها، والسفري بمتابعة جيدة إلى الرمية الجانبية، احتسبت في الجولة الماضية 4 ركلات جزاء، الأولى كانت من نصيب العين أمام الجيل أحرزها التونسي يوسف فوزعي، أيضا الثانية كانت للنجران أمام الأنصار أحرزها النيجيري فواز سلامي، والثالثة لجدة أمام الشعلة أحرزها الجامبي جوهان ديديروت هناك، والرابعة للتقدم أمام النهضة أحرزها هناك، وفرصة اللقطة الماضية. لا 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 هذا الذي تحدثت عنه، وهذه الأحداث التي لا أتمنى حدوثها، الأمور تبدو لنا خارج السيطرة في هذه اللحظات، يخرج عن السيطرة لوريتش، لوريتش يخرج عن السيطرة في هذه الدقائق، لاعب كرة قدم لاعب محترف لابد من أن تتمالك نفسك مثل هذه الكرات، هذه اللقطة الماضية التي حضرت هناك لوريتش، وجود راية، وجود راية هناك، أيضا الحوار الحاضر ما بين حكم اللقاء ولاعبية الفريقين، ما هو القرار في هذا اللقاء؟ الشوط الأول كان فيه هناك التحامات واشتراكات حاضرة ما بين اللاعبين، ولكن الأمور أصبحت هادئة، بينما الشوط الثاني الأمور تختلف، بطاقة صفراء لأولوريتش وبطاقة صفراء أيضا في الجهة الأخرى. أولوريتش كان غاضب جدا في اللقطة الماضية وخرج عن النص بشكل كبير جدا، لكن لابد أن مثل هذه الأحداث تحضر في كرة القدم. نعم حديث في الكرة التي مرت وردت فعل ريتش في اللقطة الماضية، نشاهد هذه اللقطة من الزاوية الواضحة، هذه الكرة الماضية نيم السفري وأيضا ريتش في اللقطة التي مرت، وهنا ريتش وسلمي، ولكن دوبي حاضر في اللقطة التي مرت، حارس مرمى نادي جدة لكي تكون الأمور هادية في اللقطة التي مرت. مثل هذه الأحداث تحضر في كرة القدم، لوريتش يتحصل على بطاقة صفراء في هذا اللقاء،
نعم الكرة بتصل إلى وسط الميدان، كرة بتصل إلى وسط الميدان. السفري مبدأ في اللقطة الماضية سريعة من أمام الجميع، الأمور لابد أن تهدأ ولابد أن نشاهد كرة قدم رائعة جدا كما تحدثت. تلزم الهدوء، العب كرة قدم، قدم كل ما بوسعك في أرضية الميدان، لا تخرج عن السيطرة. خروج عن السيطرة جائز في كرة القدم وفي جميع الرياضات، ولكن ليس بهذه الطريقة. لابد أن يكون اللاعب المحترف واللاعب الغير محترف أيضا لاعب كرة القدم لابد أن يتمالك نفسه بشكل رائع. والكرة بتصل إلى الجهة اليسرى سريعة، هناك إلى جوهان في اللقطة الماضية. جوهان في كرة، جوهان في لعبة، وكرة لصالح مازن عثمان، كرة لصالح مازن عثمان. هذه اللقطة الماضية مازن عثمان من أمام جوهان، كرة ثابتة لصالح نادي الخليج. نعم تتحدث عن حوار كبير جدا على مستوى اللاعبين المحترفين. هذه اللقطة الماضية، هذه الكرة الماضية، هناك لقطة لدخول كرة قدم أخرى، يبدو لنا دخول كرة أخرى في اللقاء في اللقطة الماضية، ولكن سرعان بالعودة إلى أجواء هذا اللقاء. سلامة للاعب فريق نادي الخليج مازن عثمان. نعم ما نتحدث عن ارتفاع رصيد الأهداف على مستوى الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن إلى 606 هدفا، بلغ عدد مرات الفوز بنهاية الجولة داخل الأرض بواقع 94 انتصار، بينما بلغ عددها خارج الأرض ب 83 انتصار. تحدث عن المواجهات وعن المباريات، أجريت حتى الآن 205 مباراة في 25 جولة، انتهت منها ب 177 بالفوز و 73 بالتعادل، منها 48 بالشكل الإيجابي و 25 بالشكل السلبي. هذه إحصائية للجولات الماضية وللمسابقة كشكل عام قبل بداية هذه الجولة، الجولة 26. الكرة إلى رمية جانبية، الشوط الثاني يبدأ بداية مختلفة، يبدأ بداية البطاقات الصفراء، الكرات الثابتة، الالتحامات والاشتراكات، ولكن قد تتغير الأمور عند نظرة المدربين بعد حلول فنية تحضر وبعد أوراق بديلة قد تأتي في أقرب الدقائق. الكرة في الجهة اليسرى وعرضية وفرصة لهدف أول، مرت الكرة الماضية، عادت اللقطة الماضية، هذه كيف مرت؟ كيف عادت بهذه الطريقة؟ الكرة التي اعتلت الجميع وعادت إلى الجهة اليسرى، فرصة كانت رائعة من جوهان، عادت اللقطة الماضية وإلى الرمية الجانبية عند السفري، يتابع محمد سالم. السفري رمية جانبية سريعة في الجهة اليمنى، محمد تمريرة لا زالت سليمة، بتعود إلى الخلف، عرضية جميلة من وليد محمد في الكرة الماضية، أولوريتش سريع، أولوريتش خطير، أولوريتش في مرور، أولوريتش في عودة، البحث عن زكريا، حدوش ولكن برافو، يا سلام يا سلام على استعادة الكرة الماضية، على المتابعة، على الرقابة اللصيقة في الكرة التي مرت. حذاري عبد العزيز، تكروري تكروري تكروري، ولكن هنا الكرة الماضية نعم إلى ركلة ركنية، كاد أن يعود، كادت أن تعود الكرة بنفس الطريقة التي تعامل من خلالها لاعب نادي جدة، هناك اللاعب هيلتون كاد أن يفعل نفس الطريقة عبد العزيز تكروري، ولكن الكرة تخرج إلى ركلة ركنية لصالح نادي جدة. سريعة الكرة الماضية إلى وسط الميدان، لا زالت السرعة من لوريتش، مبدأ إتاحة في الكرة الماضية، هجمة مرتدة سريعة للخليج، ولكن الكرة بتعود في وسط الميدان. تركي خضير تمريرة في موقع أفسايد، كان هناك لاعب نادي جدة جوهان يبدو لنا، وسوري على المتابعة، برافو إلى ركلة مرمى لنادي الخليج. نادي جدة أقرب في بعض الكرات، أقرب في بعض الفرص، أقرب في بعض اللمسات عندما تشاهد تحركات جوهان وتمريرات أيضا سوري إبراهيم ديوماندو ومتابعة تركي خضير الذي ينظم خط الوسط بشكل رائع. ركلة مرمى لصالح فريق نادي الخليج هنا عند عبد العزيز تكروني. الكرة بتلعب عالي طويلة راسية بتصل
عادت إلى الجهة اليمنى، رأسية في الجهة اليمنى هناك من حسن عيضة، الإجباري ابتعد طويلة إلى أسامة أسلم، أسامة يرسل الكرة إلى الجهة اليسرى إلى عبد الإله بخاري، عبد الإله بخاري في هذه الكرة وفي هذه اللعبة بتصل إلى الجهة اليسرى، كثرة الكرات والتمريرات على مستوى خط الوسط والهجمات المرتدة، الكرة بتصل إلى حارس المرمى مودو جوبي. هذه النتيجة حضرت مرة واحدة ما بين الفريقين، مرة واحدة قبل هذا اللقاء وقبل هذه المواجهة، هذه النتيجة حضرت ما بين الفريقين مرة واحدة، كانت في عام 2018 تفوق جدة على الخليج بهدفين مقابل لا شيء، ولكن اليوم أمامنا الخليج يتقدم بهدفين مقابل لا شيء لجدة. هل ستستمر النتيجة على حالها أم سنشاهد هناك تغيرات على مستوى الحلول الفنية عند حمود الصيعري، بينما الهدوء يحضر عند خير الدين مضوي المدرب الجزائري لنادي الخليج. كرة ثابتة يتحصل عليه هناك علي وليد التركي، هذا هو علي في الكرة الماضية مع حسين نويقي، حذاري نعم تدخلات النويقي من الجهة اليمنى وأيضا تدخلات لاعب نادي الجدة. هناك أحمد سعيد، لدينا ثلاث أو أربع بطاقات صفراء حاضرة في هذا اللقاء، كل من السلومي كل من لوريتش، هناك أيضا أحسن النويق وأيضا اللاعب أحمد علي سعيد. الكرة فيها راسية مرت الكرة الماضية وإلى ركلة مرمى، برافو، راسية كانت جميلة من اللاعب وليد او علي آل تركي في اللقطة الماضية. ركلة مرمى لصالح فريق نادي الخليج هنا عند عبد العزيز تكروري، لعب له كرة عالية طويلة من امام الجميع بتصل الى الرمية الجانبية في الجهة اليمنى، تتحدث عن احصائية لاعبون مسجلون الاهداف حتى الان، وهناك ارقام عديدة وراسية مرت سريعة والى ركلة ركية، بالسلامة لي لاعب ساقط على ارضية الميدان فهد ارشيدي، فهد مقبل، سلامة لفهد، ركلة ركية لصالح فريق نادي جدة. هناك احصائية على لاعبين الجانب وايضا لاعبين المواليد واللاعبين المحليين من خلال مسابقه هذا الدوري. راسيه عبد الله بخاري بتعود وفرصه وتسديده من السفري، ولكن الكره عادت الى زكريا حدوش، فيها سرعه فيها انطلاقه، زكريا انطلاقه، زكريا بجانب اوليريتش وفي الجهه اليمنى فهد ارشيدي، زكريا تقدم، زكريا ابحث فرصه لهدف ثالث حاضر في هذا اللقاء، ولكن برافو يا مودو، برافو يا مودو جوبي في اللقطة الماضية. الشوط الثاني تشاهد هناك مساحات كافية لكل الفريقين، البحث على الأرضية إلى الجهة اليمنى وفرصة لهدف أول، والكرة عادت إلى الخلف في اللقطة الماضية، تعود هذه الفرص، هذه الكرات، هذه المرتدات السريعة لكل الفريقين تعطي إمكانية الوصول إلى المرمى بشكل سريع. تشاهد مساحة كافية، تشاهد الشوط الثاني مباراة مفتوحة تماما لكل الفريقين، لا يوجد هناك تحفظ كبير جدا من كلا الفريقين ولا من كلا المدربين، هم الأساس في مثل هذه الترجمة الواضحة داخل أرضية الميدان. الكرة بتعود إلى قلب الدفاع، سعيد يتابع، نعم إحصائية اللاعبون المسجلون الأهداف حتى الآن وقبل هذه الجولة، هناك 16 لاعب وليد سجل هدف، وهناك الأجانب ب 270 هدف، تتحدث عن اللاعبين المحليين 317 هدفا، فرصة أوليريتش فيها 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 لقطة، وزكريا تسديدة رائعة، ولكن برافو برافو يا مودو جوبي، نعم ردة فعل واضحة لزكريا في اللقطة الماضية، شوف الصراع على الكرة، شوف التمريرة إلى أوليريتش، والكرة طالت إلى زكريا حدوش، وتصدي رائع من حارس
قادم من غامبيا لكي يحمي علي نادي جدة في هذه المسابقة بخلال هذا الموسم. هذه اللقطة، هذه الكرة التي تحصل عليها لاعب نادي جدة، هناك اللاعب علي آل تركي الذي يقدم إضافة كبيرة جدا في وسط الميدان، لاعب شاب عنده مستقبل كبير جدا، شاهد في أكثر من صورة في أكثر من زاوية اللاعبين يقدمون أداء رائع وبشكل جميل. الكرة تصل إلى جهة اليسرى، عبد الإله بخاري، عبد الإله عرضية قد تحضر في اللقطة الماضية، ولكن برافو يا حسن أيضا الإجباري في الكرة التي مرت وإلى رمية جانبية. إذن نقترب إلى نصف ساعة، نتحدث في 25 دقيقة، فيها العديد من الأجواء وفيها العديد من الإمكانيات. هنا نشاهد حديث ما بين مود صعري المدرب لفريق نادي جدة، قد يأتي بحل حاضر في هذه الدقائق. أحمد جمال الجعيدي، الكرة بتصل إلى زكريا حدوش، زكريا وتابع من أمام السلمي، زكريا خطير، زكريا يرسل لك كرة جميلة، ولكن الكرة بتصل في وسط الميدان. عادت الأمور لن تنتهي بهذه السهولة لكل الفريقين. الأمور أو الشوط الثاني يشير بأننا سنشاهد أهداف، سنشاهد أهداف حاضرة، سنشاهد فرص خطيرة، سنشاهد فرص عديدة، قد نلاحظ أو قد تحضر ضربة جزاء. أيا كان من وجهة نظري الشوط الثاني يشير بأننا سنشاهد بعد الأوراق البديلة وبعد الحلول الفنية التي تحضر من كل الفريقين، وإلى حد هذه اللحظة حضرت من فريق نادي جدة، بينما نادي الخليجي إلى حد هذه الدقيقة خالد المضوي بنفس الأسماء يستمر. الكرة بتصل إلى وسط الميدان، يا السلام يا السفري، السفري مر بشكل رائع، بعد ذلك استعجل بالتمريرة، بتعود من السفري إلى تركي خضير، عادت إلى السليمي إلى الجهة اليسرى، لا زالت السلمي يتابع، يرفع راسه، يرسل الكرة راسية بتصل إلى الجهة اليمنى، سريعة من أمام الجميع، تمريرة مبدأ يتاحها في اللقطة الماضية، لا وجود لصافرة، الكرة فيها عودة هناك من قبل اللاعب سوريا إبراهيم، الكرة إلى الجهة اليسرى التركي، والعرضية الجميلة، الكرة بالطول وبرافو على متابعة رائعة من مازن عثمان. شوف اللقطة، شوف التمريرة كانت هناك إلى اللاعب علي وليد، والعرضية والراسية الجميلة من مازن عثمان إلى الركلة الركلية. الجعادي يبدو لنا يدخل في هذه الأجواء ويشارك في هذا اللقاء. الجعادي، هذا هو الجعادي البديل أحمد جمال، خروج وليد محمد، نعم وليد محمد عبد الله في اللقطة الماضية أو في الدقيقة الماضية، تبديل كان حاضر، الكرة عند سفري وصفرة، يكسب من خلالها السفري، يكسب من خلالها السفري، سفري مثل هذه الكرات يطمع لهم مثل هذه اللعبات ومثل هذه الأماكن السفري، لأنه هو صاحب الاختصاص للكرات الثابتة وهو الأقرب لمثل هذه الكرات. نعم السفري أمامنا بجانب اللاعب أحمد سعيد في هذه الدقيقة، أحمد أو السفري أقرب لهذه الكرة، والمتابعة هنا من حاط بشري من أربعة لاعبين، زكريا وأيضا هناك لوريتش واللاعب فهد رشيدي وعلاء الحجي، تكروني في حوار، عبد العزيز في شارة نظرة في هذه اللقطة، الكل يتابع، كرة من السعيد ولكن الكرة صدمت بالحائط البشري، عادت مرة أخرى إلى الجهة اليمنى، يلتحق بالكرة الماضية، يتابع، يلعب للكرة عرضية رأسية بن أسامة السليم إلى وسط الميدان، الكرة بتلعب طويلة إلى الجهة اليسرى، يبحث من خلالها سرعة كبيرة من أولوريتش، يتنافس على الكرة الماضية ولكن تمريرة بتصل إلى وسط الميدان، زكريا يتحصل على كورته، حدوش انتظار الأمور بريتم سريع تشاهده في هذه الدقائق، حامضي تمريرة إلى الجهة اليمنى، فرصة عند نويق، نويق عرضياته خطيرة تماما، الكرة بتلعب عالية بالطول إلى الجهة اليسرى، زكريا لا زالت، حدوش والكرة عادت وإلى مودو جوبي في اللقطة الماضية، قدم مباراة كبيرة جدا مودو جوبي،
في هذا اللقاء. نعم رغم تلقي هدفين إلا أن حارس مرمى عنده قتالية واضحة جدا على مثل هذه الكرات، اختبر في أكثر من لقاء وفي أكثر من فرصة من هذه المواجهة ومن هذا اللقاء. الكرة تصل إلى وسط الميدان، تمريرة سريعة لا زالت لصالح نادي الخليج وتسديده وكرة، الله على الكرة الجميلة، أسست رائع في اللقطة الماضية، أسست جميل في الكرة الماضية وتسديده رائعة من عبد اللطيف. شوفونا البداية حضرت من زكريا، تمريرة كانت هناك إلى وسط الميدان عند علاء الحجي، وهنا لحظة خروج الكرة، نشاهد اللقطة، نشاهد الكرة هنا، فرصة للنويقي، فرصة لحسين، فرصة لحسين، فرصة لحسين، ويكسى من خلالها كرة ثابتة، يكسى من خلالها كرة ثابتة حسين أنويكي، وكرة ثابتة لصالح نادي الخليج في هذه الدقائق. سلامة للنويكي بعد اشتراك تركي خضير في هذه الدقائق، كرة ثابتة لصالح الخليج. هل من حلول فنية؟ حاضرة بطاقة صفراء تحضر هنا الجانب من الجماهير الحاضرة، من الأصوات الجميلة، من حضور الجماهير الرائع، ومن جميع أبناء سهات وأبناء الخليج القادمين إلى هذا اللقاء لمؤازرة الخليج في هذه المواجهة. كرة ثابتة لصالح نادي الخليج، والكل يتابع في هذا اللقاء مشاهدينا متابعينا عبر القنوات السعودية الرياضية. الخليج إلى حد هذه الدقيقة كما تشاهدون هناك هدفين مقابل لا شيء لصالح نادي الخليج عن طريق كل من أحسن ويجي وأوليريتش في شوط أول. شوط ثاني لم تحضر الأهداف لكلا الفريقين، بل حضرت الفرص وحضر الاستحواذ وحضرت الحلول وحضرت التبديلات وحضرت الأوراق وحضرت الاستراتيجية الواضحة لكلا المدربين، إلى أن الأمور لا زالت صامدة إلى حد هذه الدقيقة. كرة ثابتة عند زكريا حدوش، زكريا يتابع في هذه الدقائق، كرة إلى الجهة اليمنى، زكريا قد يأتي من كرة ثابتة، قد يحضر من كرة ثابتة حدوش، تسديدة زكريا، الكرة عادت مرة أخرى، زكريا استلام، متابعة، فرصة لسلمي واستبعاد الكرة الماضية ويكسى من خلالها كرة ثابتة، كرة ثابتة لصالح السلمي. الأهداف حضرت في الشوط الأول، وهنا عندما نتحدث عن الشوط الأول حضرت مجمل أهداف مسابقة الدوري، دوري الأمير محمد سلمان لنادي الدرجة الأولى، حضرت الأهداف في الشوط الأول ب 233 هدفا في الشوط الأول فقط. الشوط الثاني حضر هناك 371 هدفا في الشوط الثاني. هنا معنى حضور الأهداف في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، وهذا يدل على أن الشوط الثاني هو شوط المدربين، شوط الحلول، شوط الأوراق، شوط الأسماء، شوط أيضا الترجمة الخاصة لكل مدرب، بينما الشوط الأول نعم هناك حلول ونعم هناك أوراق، ولكن هو اختبار وقراءة مبدئية في الشوط الأول، إما تتغير أو ستستمر بنفس الرتم كما نشاهد هنا المدرب خير الدين مضوي الذي يقود الخليج بنفس الأسماء، بينما مدرب فريق نادي جدة حمود الصاعري يعطي هناك بعض من الأوراق البديلة. الكرة بتصل في وسط الميدان سريعة من تركي خضير إلى الجهة اليمنى، السفري وراسية إلى رايكلر كليا لصالح فريق نادي جدة، نادي جدة في هذه الدقائق. الركلة الركية هناك الجعادي على تنفيذ الركلة الركية البديل في الشوط الثاني وفي هذه الدقائق. الكل يتابع الجعادي على تنفيذ الركلة الركية، الكرة بتلعب عالية طويلة من أمام الجميع، راسية جميلة وفيها فرصة وفيها لقطة لازالت مستمرة، الكل يتابع، دربكة كبيرة ما بين جميع اللاعبين، الكرة بتعود عرضية سريعة، لازالت الفرصة الماضية تسديدة، الكرة بعد ذلك فيها استبعاد، بتصل إلى الجهة اليسرى، لقطة الماضية فيها متابعة وفيها دربكة جماعية من كلا الفريقين. الكرة بتصل عند اللاعب علي وليد، عادت من السفري إلى الجهة اليسرى ولكن الكرة إلى رمية جانبية. نشاهد اللقطة الماضية،
نشاهد اللعبة الماضية، نشاهد الركلة الركية التي كانت خطيرة على مرمى نادي الخليج. هذه الفرصة، هذه الكرة، هذه الراسية من علي وليد، وهذه العودة في اللقطة الماضية. تشاهد هناك دخول أكثر من لاعب واشتراكات ومتابعة، وأيضا مثل هذه الكرات يصعب من خلالها أيضا المتابعة. زكريا ترك أرضية الميدان بعدما قدم مستوى رائع في هذا اللقاء. زكريا ترك أرضية الميدان، زكريا حدوش في هذه الدقائق البديل في هذه الحالات. هنا تمريرة سليمة في الكرة الماضية وعادت سهلة جدا إلى مودو جوبي البديل في هذه الدقائق عبد الرحمن الحارثي بديلا على حساب زكريا حدوش. الكرة بتصل إلى الجسر من الجعيدي، ترك خضير تمريرة طويلة، علامة استفهام على سوريا إبراهيم ديوماندو، وأيضا علامة استفهام على جوهان في خط الهجوم، غايبين تماما في الشوط الثاني بينما لاعبي خط الوسط يتقدمون في أكثر من لقطة. سفري، سعيد، ترك خضير، جعيدي البديل، وأيضا اللاعب الشاب الذي يقدم كل ما بيسعى هناك علي وليد الذي شاهد في أكثر من لقطة. نعم عبد الرحمن الحارثي بديل على حساب زكريا حدوش. الكرة إلى رمية جانبية لصالح نادي جدة. كرة سريعة إلى الجهة اليسرى، علي وليد يتابع في هذه الدقائق، لا زالت إلى علي، علي، علي من كرة إلى الجهة اليسرى، يبحث على أرضية، يبحث على المساندة. هذا علي، حديث كان عن علي وليد في أكثر من لقطة وفي أكثر من لمسة. الكرة الماضية من تركي خضير السلمي، يلعب كرة عالية طويلة، الكرة الماضية إلى الجهة اليمنى، يبحث من خلالها، اتصل بعد ذلك ما بين اللاعب جوهان في الكرة الماضية واللاعب هناك عبد اللطيف، وإلى كرة لصالح نادي جدة إلى الجهة اليمنى. بتعود الكرة الماضية، سفري عرضية رأسية بتصل إلى رمية جانبي. بتصل إلى رمية جانبية سريعة، على زالة العرضية وفرصة الهدف، ولكن الكرة مرت، عادت إلى الجهة اليمنى، عادت إلى الجهة اليمنى لصالح نادي جدة، والكرة الماضية إلى ركلة مرمى. نشاهد اللقطة الماضية ونشاهد الكرة الماضية، ركلة مرمى لصالح نادي الخليج، وبالسلامة لعبد العزيز تكروني في تصدي الكرة الماضية. تكروني في أكثر من لقطة، في أكثر من لمسة. هذه الكرة الماضية، هذه الفرصة الماضية، والتصدي رائع من عبد العزيز، والكرة بعد ذلك تصل إلى ركلة مرمى. نتابع في هذا اللقاء ونشاهد في هذه الأجواء. تكروني بداية كانت في الاتحاد، انتقال إلى نجران، بعد ذلك الطائي، بعد ذلك الوشم، بعد ذلك الشعلة، بعد ذلك إلى الخليج في عام 2019. بدايتها كانت في الاتحاد. تشاهد عبد العزيز تكروني الذي يقدم كل ما بيسعى في هذا اللقاء. هذه اللقطة الماضية، هذه الكرة الماضية، نعم هناك وجود حالة أوفسايد، نعم الراية كانت سليمة في اللقطة الماضية، وإلى كرة ثابتة لصالح فريق نادي الخليج. الكرة بتلعب عالية طويلة وراسية بتصل إلى وسط الميدان على الحجي إلى الجهة اليسرى. عبد اللطيف يبحث عن المرور، عبد اللطيف مر بشكل رائع، لا زالت الكرة الماضية عادت بتصل إلى البديل فيه الكرة الماضية، وهناك اسماعيل عمر، اللقطة عند الجعادي، والكرة إلى الرمية الجانبية. أسامة سليم في الكرة الماضية وإلى رمية جانبية لصالح نادي جدة في هذه الدقائق. نعم نقترب على لحظات وعلى دقائق من نهاية الوقت الأصلي من هذا اللقاء ومن الشوط الثاني بالتحديد. الكرة بتصل إلى السلمي، متابعة في هذه الكرة، السلمي ينتظر
تمرير الخضير إلى السلم مرة أخرى، الكرة الباقية فيها تدخل، نعم تدخل نعم على أو من قبل اللاعب على الحجي في الكرة الماضية، نعم اللقطة التي مرت والكرة التي عادت كرة ثابتة لصالح فريق نادي جدة في هذه الدقائق. السفري يتابع، السفري ينتظر في هذه الكرة، السفري على تنفيذ الكرة الثابتة، الكرة بتلعب عالية وراسية مرت إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لصالح نادي جدة. هناك عند علي وليد، علي وليد آل تركي يتابع في هذه اللقطة، علي وليد يلعب لكرة عالية طويلة من أمام الجميع، الكرة الماضية طالت وإلى ركلة مرمى لصالح نادي الخليج، ركلة مرمى لصالح نادي الخليج. هناك وجود تبديل في هذه الحالات، دخول اللاعب سلطان عبد الله وخروج اللاعب اسماعيل عمر في هذه الدقائق. اسماعيل يترك أرضية الميدان، دخول سلطان عبد الله في هذه اللحظات، هدفين مقابل لا شيء لحد هذه الدقيقة. الشوط الأول كان أمتع وأجمل بصراحة، الشوط الثاني أول ثلث ساعة كانت الأمور رائعة من كل الفريقين، تشاهد الفرص العديدة، تشاهد الهجمات المرتدة، تشاهد الحلول الفردية عند بعض اللاعبين، وهناك الأمور تتغير. نعم هنا التبديل الذي تحدثنا عنه، سلطان أحمد يأتي بدخول إسماعيل عمر يترك أرضية الميدان، الكرة بتصل إلى الجهة اليمنى، يبحث من خلال الجعادي على مساندة في هذه الكرة، الجعادي مر، الجعادي عدى بشكل رائع، الجعادي تمريرة إلى الجهة اليمنى، ولكن الكرة كانت طويلة من الجعادي إلى ركلة مرمى في اللقطة الماضية، ركلة مرمى في اللعبة الماضية لصالح نادي الخليج. نتابع ونشاهد في الشوط الثاني وفي هذا اللقاء الذي يجمع الخليج بجدة، مستضيفا هذا اللقاء الخليج على أرضه وعلى ملعبه في هذه المواجهة ومن خلال هذه الجولة. الكرة فيها تمريرة سريعة من أمام الجميع، هدف أنويكي في الشوط الأول، هدف لوريتش في الشوط الأول، الشوط الثاني الأمور لا زالت مستمرة لصالح نادي الخليج. الكرة بتلعب إلى الجهة اليسرى، عبد اللطيف الذي يقدم أداء أكثر من رائع في وسط الميدان، الكرة عند تركي خضير، تركي يتابع، هل من تمريرة؟ الكرة بتلعب سريعة طويلة، الكرة الماضية وطالت على اللاعب سوريا إبراهيم في الكرة التي مرت، سوريا بجانب جوهان في أكثر من لقطة، وإلى كرة ثابتة، يبدو لنا وجود راية كانت في اللقطة الماضية، يبدو لنا وجود راية في الكرة التي مرت، نشاهد نعم كرة ثابتة لصالح فريق نادي الخليج، كرة بتلعب طويلة، الأمور تبدو عشوائية. نعم هنا لحظة خروج الكرة، لحظة خروج الكرة، هناك حضرة الراية، بعد ذلك كرة ثابتة كانت لصالح نادي الخليج، الكرة بتصل عن تركي خضير، تمريرة سريعة إلى الخلف بتصل إلى الجهة اليسرى، عادت إلى حسن أيضا الإجباري، سريعة إلى الجهة اليمنى، لا زالت فيها نظرة من جوهان إلى الجعادي، الجعادي تمريرة سريعة بعد ذلك بتصل وتسديدة وفرصة وهدف أوله، كرة جميلة بتصل لي صالح، هناك نادي جدة وهدف أول في هذه الدقائق، هدف أول في هذه اللحظات. نعم ومن غيره، ومن غيره سوريا إبراهيم، يبدو لنا ديوماندو الذي يسجل هدف أول قبل نهاية الوقت الأصلي في هذه الدقائق. نشاهد هذه الكرة، نشاهد هذه اللقطة، نشاهد هذه اللعبة، نشاهد هذه الفرصة، نشاهد هذا الهدوء الذي عم على جميع لاعبي فريق نادي الخليج. نعم سوريا إبراهيم الذي يسجل هدف أول في هذه الدقائق، الكرة بتعود إلى الجهة اليسرى، تقليص فارق، الأمور تبدو صعبة وتسديدها مرت الكرة إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى لصالح نادي الخليج،
هذه الكرة وهذه التسديدة التي حضرت من علي وليد. حذاري، نعم تقليص فارق حاضر. إذن خمس دقائق يحتسبها حكم اللقاء الأستاذ سلطان الحربي. نعم نشاهد في هذا اللقاء تقليص فارق في وقت قاتل جدا، خمس دقائق كوقت بدأ ضايع من هذا اللقاء. الكل يتابع ويشاهد من خلال هذه المواجهة، هدفين مقابل هدف وحيد. لم تحضر نتيجة مثل هذه النتيجة على مستوى تاريخ لقاءات الفريقين، وإن حضرت فهي أول مرة تحضر على مستوى تاريخ لقاءات الفريقين. إذن هدف أول جميل لنادي جدة عن طريق سوري إبراهيم. الدقائق تمر واللحظات تمر وأمر في وقت بدأ ضايع قبل نهاية هذا اللقاء. الأجعادي يرسل الكرة إلى الجهة اليسرى، تمريرة الأجعادي مع تركي خضير، الكرة الماضية سريعة لا زالت إلى الجهة اليمنى عبد الرحمن حارثي. الكرة الماضية من عبد الرحمن كانت فيها نوع من التأخير، بعد ذلك كرة ثابتة لصالح فريق جدة في هذه الدقائق. لحظة خروج الكرة وهناك القرار أوفسايد على أوليريتش. الكرة تصل إلى الجهة اليسرى عند علي التركي. علي برافو، علي برافو، علي برافو، علي برافو، يا سلام يا سلام، فرصة عند سوريا. إبراهيم يتابع، إبراهيم مار بشكل جميل، إبراهيم يخترق دفاع الخليج بشكل رائع. الكرة تصل إلى الجهة اليسرى وكرة ثابتة لصالح نادي جدة. كرة ثابتة لصالح نادي جدة. هذه اللقطة الماضية وهذه الكرة الماضية والكرة ثابتة في هذه الدقائق. نعم الدقائق وقت بدأ ضايع والأمور تبدو صعبة على الخليج في هذه اللحظات وأيضا على جدة. على جدة لأنه متأخر بهدف، وعلى الخليج لأنه ليست عنده القدرة بأن يدخل في مرمى هدف في وقت بدأ ضايع. الأمور تبدو صعبة جدا. كرة ثابتة هناك، السفري على التنفيذ، السفري تسديدة وكرة رائعة على السفري. كرة خطيرة من السفري، كرة خطيرة من محمد سالم. نعم نعم الكرة الماضية مرت وإلى ركلة مرمى. خطيرة الفرصة الماضية، خطيرة الكرة الماضية، خطيرة اللقطة الماضية من كرة ثابتة قوية مرت بجانب قائم عبد العزيز تكروني. تبديل حاضر في هذه الدقائق. عبد الله الحربي ياتي بدخول ابن النوام، خروج اللاعب عبد اللطيف وركله مرمى لصالح نادي الخليج. عبد اللطيف يترك ارضيه الميدان، دخول الحربي في هذه اللحظات. الحربي عبد الله صالح، عبد الله الحربي ياتي بالدخول في هذه الدقائق. الامور تزداد صعوبه لكلا الفريقين. فريق يبحث عن ثلاث نقاط عن نتيجة تصل من خلال ثلاث نقاط، وفريق يبحث عن عقل تقدير عن تعادل في هذا اللقاء. وفي الوقت بدأ ضايع، الكرة تصل عن تركي أخضر، يلعب لك كرة عرضية خطيرة الكرة الماضية، فرصة عند علي التركي وتسديدة قوية مرت من السلمي إلى ركلة مرمى عند تكروري. هذا السلمي صاحب التسديدة في اللقطة الماضية، صاحب التسديدة في الكرة الماضية. الكل يتابع ركلة مرمى، انتظار في هذه الفرصة وانتظار في هذه اللحظات وفي الدقائق المتبقية على نهاية هذه الأجواء. الكرة بتلعب عالية طويلة، مباراة صعبة جدا في دقائقها الأخيرة. الكرة بتصل إلى جهة اليسرى، تقدم متابعة. تكروني بكل هدوء يتصدى للكرة الماضية، يتصدى لي اللقطة الماضية تكروني. في هذه الدقائق عبد العزيز يلعب لك كرة عالية طويلة من أمام الجميع. هذه الكرات العشوائية في الدقائق الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة. السلمي يرسل لك كرة بالطول، رصيد حامضي، عادت سريع البحث من أوليريتش. الكرة بتعود إلى مودو جوبي، يرسل الكرة إلى الجهة اليمنى. جميع لاعبي نادي جدة في المقدمة الرأسية
رائعة من مازن عثمان. الكرة إلى رمية جانبية عند السفري. السفري يتابع، الكل في انتظار، وقت صعب جدا. رمية جانبية عند السفري، قد تكون آخر الكرات في هذا اللقاء. الكل يتابع. السفري على تنفيذ الرمية الجانبية، الكرة بتلعب عالية راسية، الكرة بتعود سهلة جدا إلى عبد العزيز تكروري. سهلة إلى عبد العزيز تكروري في هذه اللحظات وفي هذه الثواني ومن خلال هذه الكرة. تكروري يلعب الكرة عالية، ومع هذه الكرة يري حكم اللقاء الأستاذ سلطان الحربي، الحكم الدولي الذي قاد هذا اللقاء هنا على أكمل وجه، هنا مع زملاء على المساعد الأول والمساعد الثاني والحكم الرابع في هذا اللقاء، وأيضا على مراقب هذه المواجهة الأستاذ حسام اليماني والأستاذ صلاح عبد الواحد مقيم الحكام. أرجو أنكم